مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى في برنامج موازين وفي فقرتنا الثانية، فقرة إسقاطات. أجس بها نبض الشارع، آراء الجزائريين حول هذه القضايا المالية انعكاساتها المباشرة على جيوب المواطنين. نتابعها في هذه التصريحات ثم نعود. انا وراجلي لاقين بريسك 6 مليون دونك سي فوالا 60 ميل دينار مي ديفيسيلمون معيشه ديفيسيلمون اون ا 3 انفان فوالا اي قراو كاع سكول سون توس سكولاريزي دونك بور سوبفينير او بيزوان دي انفان سورتو سي ديفيسيلمون الشهريه تاعنا انا ومولاي بيتي ومون ماري اون ترافاي تو لي دو مي اون بو با ما نقدروش فوالا قدروش نكملوها يعني سوا سوا نطيحوا سوا سوا. وعندي المرأة دومي روتريت كيما لا بي تاعها تصرفها في الدار معايا. تسمى ما تخلي حتى دورو اقسم بالله شهرية ما يبقى والو. كي تجمعوها في زوج شحال شحال تكون؟ تكون شحال تو؟ 60 ميل. في زوج؟ في زوج 60 ميل دينار. ما هكذاك وما تفضلش. شوفي في الصيف. صدقة لازم لك عشرة لازم لك مينيموم واحد 8 ملايين شهر تسمى في العائلة فيها بالك ربعة من الأفراد لا خمس تسمى خمس عباد لازم لك واحد 7 ملايين علاش في الصيف لازم لك واحد 7 ملايين ولا 8 ملايين عندك لي موتيزور عندك فريجيدار نحسبو غير تريسيتي هي راح تريسيتي تطيح لك واحد المليون ونص هاكي معايا نحسبو الماء راح يطيح لك واحد 200 ألف شحال تولي مليون و700 نحسبو دراري قدامنا جا الحق بهم العيد الكبير الحق وقدامنا شري لهم قدامنا زوج ملايين تاع دراري نقولو عندك زوج دراري والمراه والراجل تسمى هاي سقام لك زوج ملايين مليون مليون شحال تولي تولي في 4 ملايين و500 انا مو جو بونس un salaire minimum doit être d'environ au minimum 60 000 dinars pour pouvoir subvenir aux besoins minimum de la vie. Hein. Donc, monsieur, c'est vrai que peut-être on est... Moi, personnellement, je suis assez, relativement assez bien payé, mais à Gdakoja, on n'arrive pas. Il suffit, j'ai un crédit bancaire et j'arrive pas. C'est vraiment difficile de joindre les deux bouts. كان هذا دكتور بن خلف رأي الجزائريين في وتقريبا انعكاسات هذه الأرقام وهذا الوضع المالي على المعيشة للمواطن الجزائري. شفنا أنه تقريبا الكل يقول أنه الأجور أصبحت غير كافية، يعني هنا نتكلم على انعكاسات خاصة مؤشرات مثل مؤشر التضخم. مؤشر التضخم المعلن اليوم من طرف الحكومة هو تقريبا 4.5، ولكن عندما نتابع مثل هذه التصريحات نلتمس أنها نسبة بعيدة نوعا ما عن الواقع. هل ترون أن طريقة حساب أصلا هذه الأرقام هي طريقة خاطئة فيها الكثير من الأمور غير منطقية على غرار بعض السلع المدعمة داخل السلة التي يحسب بها نسبة التضخم؟ وفعلا قياس التضخم مثل جميع البلدان لا بد من إعادة النظر في السلة ذاتها، لأنه قياس التضخم يبدأ على محتوى ما يسمى بالباني دو ميناجير، يعني الأشياء الأساسية اللي من أكل من دواء من نقل من كراء من كذا، الأشياء الأساسية اللي تعيش بها عائلة متوسطة خمس أفراد. السلة هذه الطرق حسابها هي طرق عالمية، ما في السلة لابد من أننا نعيد النظر فيه، ولكن السلة الآن لابد كذلك أنه نقول لك أنه أكثر من 60% بلاك من الأشياء اللي في السلة هذه اللي تحسب فيها هي مدعمة وبالتالي زيادة تاع التضخم الدولة هي اللي راهي تخلصوا مش لأنه السميد الحليب الدواء مدعم حتى تقريبا السكن ومدعم السكن التربية النقل الصحة هذه كلها من الأساسيات الخدمات، لأن يعني السلة فيها السلع وفيها خدمات أيضا. فالفرق ماتنا بين المداخيل مش للصالير فقط، المداخيل الناس تتكلم كلها صالير يعني هيك احنا نصوم صالاري كلنا ولا بين المداخيل للروفنو وبين الأسعار فعلا يعني ما بين المداخيل والمصاريف
وأدنى منصري، لكن المستوى تاع المداخل الأجور ممكن أنها ما هيش ترتفع كما يبغي، حتى الأجور لأجور تاع العام الخاص وحتى الأجور في القطاعات المختلفة. طيب اللي عندنا مشكلة الآن أنه في قطاع البي تي بي اش السكن وكذا وفي قطاع الفلاحة راه فيه مشكلة عمالة، ما صابوش مع عمالة. أنا كخبير بصراحة نقول لك في بعض الولايات يقول لي العمال تاع البسطاء 3000 دينار في اليوم ما يخدمش أكثر. ففيها إعادة تنظيم لسوق العمل، سوق الخبرات، مستوى المداخيل. ولكن الآن بصفة عامة الترند نتاع يعني الجزائريين مستوى استهلاكهم، وخصوصا أنه راك تشوف نحن من البلدان اللي كل سنة في العطلة يخرجوا 70 80 90 جزائريين. أنا حتى طريقة نمط المعيشة الجزائرية تغير، نحمد الله عليها لأنه بلد لابد يكون فيه بروسبيريتي. لكن من ناحية أولا ميزان التضخم لابد من إعادة نظر فيه، ثانيا لابد من تصحيحه بالأشياء اللي مدعمة ترجعها غير مدعمة، وثالثا سوق العمل، سوق الخبرات، سوق الأجور، سوق المداخيل فيه لخبطة كبيرة، بحيث أنه نفس العامل اللي ممكن إذا خرج في الخارج يمس لوكون تاعو خمسة هنا يدي واحد، والعكس بالعكس. الآن سوق العمل فيه تنظيم غير جيد، ولكن بصفة عامة الجزائريين إذا قارناهم كجزائريين 41 بالنسبة للبلدان، بالنسبة لمصر، بالنسبة للبرازيل، بالنسبة للمغرب، بالنسبة لكذا، بصفة عامة نمط عيشنا ونمط استهلاكنا أعلى بكثير. الأرقام عندما نتكلم عليها أستاذ محفوظ نعود دائما إلى هذا التشكيك في نقول صحة هذه الأرقام. هل 4.5 نسبة تضخم تعتبر منطقية بالنظر لأننا سلة المواد التي تحسب عليها هذه النسب تعتبر مواد مدعمة؟ إذن هنا الحل يكمن في إعادة النظر في هذا الدعم. تكلمنا على الدعم الموجه، هل بإعادة النظر في الدعم ممكن جدا أننا نحل هذا الإشكالية، إشكالية الأرقام الخاطئة التي لا يمكن من خلالها بناء استراتيجيات؟ ما يمكنش أن نكتب استراتيجية بأرقام خاطئة. لا، كما كان يتكلم أستاذ بن خلفة، رقم 4.5 صحيح، لكن في نسق اعتمادا على أسعار مدعمة وأسعار اللي تشكل 60-65% من السلة، واللي هي تشهد استقرار، لأن التضخم هو ارتفاع، هو حساب الارتفاع الدائم. دونك لو تو دانفلاسيون يكالكول لوغمونطاسيون كونتينيو اي جينيرال دو نيفو دي بري، هذا هو الأساس. لكن الآن لما نشوف المواطن الحقيقي، احنا كمواطنين لما نذهب للسوق نسبة التضخم الحقيقية تعيشها بعيدة عن التي هي مقدمة من قبل الديوان الوطني للإحصاء، يتراوح عليها دو شيفر او مينيموم اون اونت 13-15%. لما ناخذ الجبن، لما ناخذ الياغورت، لما ناخذ المواد الفلاحية، لما ناخذ المواد الأخرى اللي تعتبر قليلة التأثير في السلة الموجودة عند الديوان، رقم نسبة التضخم تكون على الأقل بنسبة 10-15% كمعدل، وهو رقم كبير. هو بصراحة الأستاذ عنده الحق، والتضخم يحسوا به اللي عندهم أجور ثابتة أكثر من المداخل المتغيرة. متغير مدخول متغير، مش مدخول غير تاع الخبير ولا البلومبي والإلكتريسيان والماسون والكذا، هذاك عنده دخل متغير. نبسطوا الفكرة فقط. نعم. عندما يكون دكتور بن خالفة. نبسطوا الفكرة على وشك تتكلم. لا بد نغيره. نتكلموا على المواطن البسيط. نتكلموا على المرأة في المنزل عندما تروح تقوم بالتسوق، تروح تقضي. اليوم ما أصبحنا نعيشه هو تقريبا نفس الورقة النقدية السنة الماضية، وهذه السنة
لو نشوفوا واش راهي تجيب هذه الورقه النقديه بالمقارنه السنه الماضيه في نفس السلع نشوفوا انه بس إيه. علاش لان باش نخرجوا فاني من الشعبويه البسيطه اللي تبسط الامور الى اكبر حد، لان الاجر حقيقه هو قدره شرائيه، ولكن الاجر هو مقابل لعمل، اذا تنافسيه اقتصاد بغض النظر عن قيمه العمل. انت انسان اللي ما يخدمش، نعم احنا دوك دخلنا في منطقه عطيو لنا الحل، ودخلنا لما نتكلم على الكليماتيزار ونتكلم على الصيف ونتكلم على حوايج العيد وحلوه العيد، هل هي بالاساسيات وهل الانسان مع الدكتور بالخلف على الكماليات؟ قلت انها تقريبا كماليات اصبح هذا مهم جدا، لان القول بان كليماتيزار 7 ملايين ولا 8 ملايين الانسان اللي يرقد ويغطي روحه ويخلي كليماتيزار يشتغل 24 ساعه على 24 ساعه، هذه من المفارقات. هذا النمط، النمط الاستهلاكي نتكلم. شوف النمط الاستهلاكي في الجزائر تغير بطريقه عجيبه جدا. لي زيكول بريفي، تقري ولادك في لي زيكول بريفي، النقل بيجي امبورطون، الماكله بيجي امبورطون، طبيعه حتى واش ناكل امور تمرض اكثر، ولا نقتنع بالامور البسيطه، هذا امر. لكن استهلاكنا زاد بصفة كبيرة دون أن إنتاجنا يتحسن. لو تحسن الإنتاج لما كانت فيه نسبة تدخل، لو كان فيه ناتج قومي خام تطور أكثر، ما يكونش يكون فيه توزيع عادل على الأقل. وإحنا لما نرى بأن الناتج القومي تضاعف حتى البارتي دابيتون ضاعف أكثر فأكثر هذه 10 سنوات، ونشوفه في الحياة اليومية الجزائريين تقريبا عندهم سيارات، شوفوا احنا 8 ملايين سياره في الجزائر الحضيره، السياره في بلدان اخرى معدل 1-4 أشخاص عندهم سياره، هذا امر مذهل وكبير جدا. سعر الطاقه ايضا، سعر الطاقه اللي هو مدعم ايضا، كل هذا يبين بالاستهلاك اكثر واكثر نتيجه تحسن اسعار البترول فقط، ليس نتيجه تحسين الا تلوم تقريبا من ساروا في نسق الدعم المعمم دائما. تكلمنا على الدعم الى هذه الساعه لم توزيع رانا في، هل هو الذي دفع الجزائريين الى مثلا الى التبذير الى تغيير نمط السعر رفع السقف النمط الاستهلاكي مباشره الى التبذير؟ شوف الريع القيمه، مين ما تدفعش المقابل تؤدي بك الى التبذير. اقتصاد بدون قيمه دائما هو اقتصاد توزيعي، نوزع الريع سنويا عن طريق الميزانيه وعن طريق الدعم. الخلل الان بدا يظهر، أنه كثير من الجزائريين عندهم أجر ثابت لأنه فونكسيونال، ولكن عنده نفقات جاية من القطاع الخاص، والقطاع الخاص ما عندوش. أنه الفرق الآن في مدرسة بين مدرسة عمومية مدرسة خاصة ومدرسة خاصة هو من 1 إلى 50 يا سي. فالسيد اللي عنده أجر هو دائما عنده واحد، لكن الإنفاق هو إنفاق متغير، فلهذا الانفلاسيون تضخم لا يمس لا التاجر لا الكوافير مثلا. أنا شفت إحنا نمشي كلنا أنه أسعار الواسمو تغيرت من 50% في سنة واحدة، فهذا ترتفع ماشي وترتفع، فالتضخم ماهوش الناس كلهم يخسروا فيه، كاين اللي يربحوا فيه أكثر، لانه تكلموا على الياورت وعلى كذا، كاين اشياء اللي 50 زادت التضخم 4% والسعر نتاعو زاد 20%. استاذ بن خالفه، حتى أن تقريبا نتطرق الى ارقام اكثر في الفقره المقبله، ونقوم ايضا باقتراح ترتيب البيت الاقتصادي في البلد، الكثير من الحلول في قراءه فقط للارقام. نتابع فقط في فقرتنا الاخيره فقره معايير بعض الأرقام الخاصة والمؤشرات بالاقتصاد الجزائري، نتابعها بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، إذا نقدم قراءة في بعض الأرقام من خلال هذه الفقرة، فقرتنا الأخيرة فقرة معايير في الجدول الأول. نطلب من المخرج فقط، ها هي الأرقام أستاذ بن خالفة أستاذ كوبي، المجال مفتوح حتى تقريبا لكم للتعليق حول هذه الأرقام. نشوفوا أنه الأرقام تكلمنا عليها، مثلا الاحتياطي الصرف في حدود 73 مليار دولار، تكلمنا على هذا الاحتياطي احتمال أنه نصل إلى الخطوط الحمراء بداية من 2021، كانت العديد من التكهنات أستاذ بن خالفة. فيها الكتلة النقدية الإجمالية المتداولة في السوق الجزائرية 18 ألف مليار دينار، منها حجم الكتلة النقدية المطبوعة
5360 مليار دينار، حجم الكتلة النقدية في السوق الموازية أيضا 4700 مليار دينار. هذه هي الكتلة أردت أن نتوقف عندها أستاذ بن خالفة. حاولتم أنتم على رأس وزارة المالية قبل أن يكون فيه ولا زلت أحاول نعم آليات احتواء ضريبي. البعض قال أنه نسب تقريبا هذا الاحتواء كانت عالية نوعا ما 7%. الكثير قال أنه من سيأتي بأمواله ويدخلها في القنوات الرسمية ب7%. لا هو كانت بالبداية المفروض كان نمط ثاني ونمط في الحزمة في القفة نتاع وزير المالية. كانوا أشياء أخرى، احنا بدينا بوحدة وخبصنا. المفروض كنا نمشي إلى وحدة من الامتثال الضريبي إلى التسوية الضريبية ريجولاريزاسيون أقل، ثم بعد ذلك إلى الإعفاء الضريبي. البداية بدأت هذه أنا طريقين، عن طريق الاحتواء وعن طريق إدخال النقديات، أنه عوض أن نخلص بالوسمو نخلص بلا كارت. النقديات دخلت إلا في السحب، لم تدخل في الدم، وبالتالي ما زلنا نقاوم الآن الإيكونومي تاعنا فيها النقد وفيها الأشياء خارج البنوك أكثر. أستاذ كوبي، تقريبا في هذا الجدول الأمر الذي يلفت الانتباه هو هذا الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لحد الساعة لم ننجح في تقريبا استيعابها. كلها مؤشرات مهمة، كلها مؤشرات مهمة تتكلم على السوق الموازي. السوق الموازي يشكل حوالي 30-35% من حجم التعاملات. ما قدرناش نسويه لأن ما حبيناش نروحوا إلى الأمور الأصعب اللي هي حقيقية ومؤلمة. الإبقاء على سعرين موازيين يؤدي إلى سوق موازية أوتوماتيك. إذن سعر الصرف موازي، سعر دعم موازي، لأن من يجي السوق الموازية من الحليب وسميد، الموال المدعمة تشكل تقريبا 50-60% من السوق الموازي. زيد تهرب ضريبي وعدم شفافية عدم فعالية. أستاذ كوبي، أبعد من الحلول اللي اقترحها أستاذ بن خالفة عندما كان وزيرا وحتى يقول أنه يستمر إلى حد الساعة في هذه الاقتراحات، الكثير قال أنه نعم نروح إلى احتواء ضريبي، نروح إلى محاولة تقريبا لاستيعابها للقنوات الرسمية لهذه الأموال بطرق حتى عفو ضريبي إلى فتح القطاع المالي والمصرفي. نعم، فتح القطاع المصرفي. الكثير يقول أنه رقمنة الاقتصاد ممكن جدا أنها تقضي على هذه النسب العالية للأموال المتداولة في السوق. كلها حزمة، لا يمكن أن نهمل جانب من الجوانب كلها، لأن أي إهمال يؤدي إلى تأثير ويعطل العملية، بل سيؤدي إلى نتائج بعض الأحيان عكسية أو قليلة. إذن حزمة كما يتكلم عليها السيد بخلفة، هذا مصطلح أصبح خاص بالأستاذ. إذن حزمة بمعنى مجموعة متكاملة نسقية من الإجراءات تفعل في وقت واحد وتبقى في الزمن كل سنة وبعد تخرج، لأن نتائجها تأتي بعد 3 سنوات 4 سنوات. دونك اوني دون لا بروغريسيون، اوني دون زون ميثود كي برودوي سي زيفي. سي با اون اي با دون البوبوليزم، ماناش في الشيء. في ايضا رقمين استاذ بن خالفه، رقمين يخصوا تقريبا حجم القروض الموجهه للقطاع العمومي، هذه 2018 حتى تقريبا اكتوبر 2018 4640 مليار دينار تقريبا. كيف هل ترى انه في اقتصادات اخرى حجم القروض التي توجه الى القطاع الخاص تكون اكبر حجما؟ معناها ما زلنا تقريبا في سياسه الموازاه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. القطاع العام اكثر شوي كان اكثر، الان راه موازي. المفروض انه شيئا فشيئا القطاع الخاص يزيد اولا، وثانيا كاين ان تيري لابد اننا نعملوه ونبداو فيه، انه حجم السوق الماليه، لانه هنا ما واش معناه، معناه ان التمويل ياتي الا من البنوك. نعم، السوق المالية، السوق مالية مبنية على بورصة، مبنية على هذاك مازال نائم في سبات عميق، وهذاك بشير. كذلك في أشياء في الحزمة، أنه يدخلوا الأشياء الكبيرة، يدخلوا البنوك الكبيرة. سوق تنوي منذ 20 سنة والسوق المالية في نفسها حتى ماديا موجودة في بناية من أسوأ بنايات العاصمة. فهذا أنه كان القطاع العام أكثر شوية، الآن راه متوازن، لكن في المستقبل لابد أنه القطاع الخاص يزيد، ولكن القطاع المالي، القطاع المصرفي فيه مخاطر أكثر. من لازم أنه السوق المالية مش نطلب أيضا من المخرج أيضا أنه يعرض لنا الجدول الثاني. الجدول الثاني خاص بنسب تقريبا معروفة في قياس الاقتصادي، نسبة التضخم تكلمنا عليها 4.5، قلتم أنها تقريبا نسبة غير منطقية بالمقارنة.
حتى أصبحنا نقول نسبة تضخم حقيقية ونسبة تضخم معاشة ومحسوسة كمان. حتى في نسبة التضخم عندنا سوق موازي. عندنا عندنا دواليتي سوق حقيقي. عندنا اقتصاد مزدوج. اقتصاد مزدوج دينار مزدوج. ونسبة مزدوج. نزيد خير حاجة القطاع العمومي فيه أموال كبيرة بنجاعة ضعيفة جدا وأموال تقريبا هي تمويلات لا تسترجع. 4300 سيد لارجون غاسبيون كور اون فوا. علاش؟ لاننا مشكله القطاع العمومي ما حليناهاش. وجزء كبير ميسر بونيفي فوالا. لان توزيع الاموال بدون تكلفتها عيد ما تولي دير بونيفيكاسيون 100% هذه بانك ترك تعطي للناس باش يبذلوا. ما نقولوش كارت، نقولوا منحه. والنقطه اللي نديروا منحه لا يا بلو دو فالور، لا ترجع الاصل. نسبه البطاله استاذ بالخلف 11.7 المقدمة رسميا من الحكومة الجزائرية. 11.7 نسبة بطالة. هو في محسوسة هذه في النسب لابد تشوف لا بروغريسيون أكثر من ثانيا. في جزء كبير من في جزء كبير من العمل الغير مصرح به. البي تي بي اش والفلاحة مش مصرحين كثير. فإذا كان أدخلناه ممكن أنه ينزل هذا. وفي هذا كان كثير من التوظيف اللي ايدي هذه تاع لي كونطرا تاع لي جان. استاذ كوبي، هل ترشح هذا الرقم للارتفاع بالنظر للازمه اللي رانا نعيشوها؟ هذه الصدمه الماليه، وممكن اننا ما نتكلموش على مرحله الهلع المالي، ولكن نقولوا انه هي تقريبا نلامس الخطوط الحمراء. هل هي نسبه مرتفعه اذا بالنظر الى الدعم الموجه الى الشغل؟ اثنين، هي مرتفعة خاصة لدى فئة الشباب وفئة المدبلمين 25% تقريبا، وهذا أمر مرعب ومخيف. ويمكن إن أبقينا على الأمر في حالي، لأن المحافظة على نسبة 11% تستوجب 4% أو 4.5% من نسبة النمو، بينما احنا نعمل غير 2%، بمعنى أن الرقم مرشح للزيادة. مرشح للزيادة، خصوصا أنه احنا في السنة هذه من أسوأ السنوات، لأنه أول مرة سينزل مستوى النمو أقل من 1.5. نعم، قلنا هذه حسب توقعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والكثير من الهيئات المالية. ما دخلتش قضية تاع الحراك وكذا المرحلة الانتقالية هذه. إذا ترشح، إذا كان أقل، هذا مرشح أنه يزيد. أستاذ بن خلفاء، عجز الميزان التجاري نظن أنه فيه قفزة نوعا ما بالمقارنة مع سنوات مضت. كان عجز ميزان تجاري أكثر أكبر حجما من هذا تقريبا الرقم الذي نشاهده على الشاشة 1.7 مليار دولار. نروح إلى الرقم المهم لأنه ما بقناش الوقت كثير، عدم التحصيل الضريبي لسنوات. سيان كوميل نتكلم على تقريبا 12 ألف مليار دينار. هل ترى أستاذ بن خلفة أنه كان الحديث دائما عن الوعاء الضريبي، هل نذهب فيه أفقيا يعني تقريبا زيادات في النسب، أو نروح إلى توسيع الوعاء الضريبي في نفس الوقت أو عموديا يعني. في نفس الوقت أنا لكن دائما نتكلم على الوعاء، فلذا نتكلم على الاحتواء. يعني أنه واحد يخلص 10 يخلصوا واحد. الاحتواء الضريبي هو للسكتر انفورمال والانكليزيون. حتى الآن الحزمة ما كلاش، لأنه نسبة التحصيل تقريبا إلى 12 مليار دينار، يعني ضعيفة جدا. جزء منه نتاع الغرامات القضائية. هذا مش فقط انه ما يخلص لي بي اس ولا كاين. نعم. غرامات قضائيه اللي توصل حتى 500 مليون 600 مليون. نعم. هكذا. فالمشكله التحصيل الضريبي عندنا مشكله. نعم. في عجاله استاذ كروب، هذا الرقم يجب لاسينيسمون تاعو، لانه يتداول سنه على سنه بينما هو رقم خيالي غير موجود في الواقع. ولازم تطهيره. لازم تطهيره. واثنين، اللجوء الى عمليه افقيه مع تبسيط الاجراءات الضريبيه. ما نتكلموش على زيادات في النسب، لانه زياده النسب ما اتتش يعني بكلها. سامبليفي مودرنيزي اي رامني تو لو موند فيه بعدم انصاف. نعم. مثل الدعم. نعم. عدم انصاف. دكتور عبد الرحمن بن خالفة، الخبير في شؤون الماليه والوزير السابق، شكرا جزيلا الشكر لرحبتي صدرك لكل هذه المعلومات. شكراً. التي قدمتها. الشكر ايضا موصول لك استاذ محمود. شكرا جزيلا. المحلل الاقتصادي لقناة نوميديا تي في. مشاهدينا الكرام، إذن بهذا نصل إلى ختام أول عدد من برنامج موازين. نلتقي في أعداد أخرى، مواضيع أخرى، ملفات أخرى نحيط بها النقاش. إلى ذلكم، تقبلوا مني فائق عباراتي الاحترامي، وأشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم بخير. شكرا.